انتهت وزارة التخطيط من تطوير وميكانة 145 وحدة محلية، منهم 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن المحافظات القناة، إلى جانب 5 دواوين عامة بالمحافظات. كما تم الانتهاء من تطوير وميكانة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية. وافتتحت اليوم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بعدد من أحياء محافظة السويس. وكانت الوزيرة قد افتتحت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الإسماعيلية وعدد من أحيائها، لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن. أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات، وفيما يخص المحافظات الحدودية وهي الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، فيجرى العمل على إجمالي 26 وحدة محلية و13 وحدة محلية بمحافظتي القاهرة والشرقية.